أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون، الأصنام والأوثان وإلى آخره، وبنعمة الله يكفرون. إيش معنى قال وبعبادة الله أو بالإيمان بالله؟ قال لك لو لم يكن إيمانهم له سبب إلا ربنا أنعم عليهم أنه يطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف لكان واجب أن يؤمنوا به. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الباطل مقابل الحق، ومعناه أن الباطل زهوق ولا دوام له فيبطل ينتهي. أنا مدام حيبطل ايه مقابل نظم المعركة ايه بين حق وباطل؟ ما كانت المسألة مش حق خلاص مدام البطل. قال لك لا، فلولا عضة الباطل للمجتمع ما كانش يستشرف إلى حق ينقذه. إذن الباطل نفسه من جنود الإيمان، الباطل من جنود الحق، زي الكفر من جنود الإيمان. لأن لولا وجود الكفر والناس تشوف الكافرين بيعملوا إيه في بعض وبيعملوا إيه في الناس ويتلقهم ما كانوش يستشرفوا الى الايمان اللي هيديهم الامن والطمانينه والراحه والايه والمساواه. ولذلك احنا قلنا ان في اشياء يكرهها الانسان ولكنها مخلوقه لحكمه. الالم اللي يجي للانسان يتالم، بطنه بتوجعه، صدره بيوجعه، عينيه بتوجعه، معنى توجعه وتؤلمه بتقول له يا هذا تنبه انني مش طبيعي، فيروح يلتمس العلاج. فكأن الآلام التي تأتي للإنسان بسبب مرض معناها إيه؟ استنهاض له ليعلم سبب هذا الألم فيدفعه. يبقى كأن الألم من جنود العافية، وإلا فأفتك الأمراض بالبشر لا ألم لها أولا، يظل المرض في النفس كده ويرعى فيه ولا يتنبه إليه إلا عند العجز عن علاجه. المرض الخبيث اللي بيفتك بالناس دول ويقعد يقولك ده في الدور الأول، ده في الدور الثاني، ده بقى في الدور الايه؟ في الدور الثالث. طب ما كان في الدور الأول ما يحسش بيه؟ قال لك اهو ده تلصص المرض. لأنه لكن لما يجي أول المرض ويجي ألم يبقى ينبعك يقولك الجدع اهو ده ملوش ألم. فربنا بيقول ساعة ما تشوف الألم اعلم أنه ينبهك على أن فيك حاجة فيها عطب، وأنت لا تألم أي جارحة من جوارحك إلا إذا كانت مش سليمة في أداء مهمتها. ولذلك يقول لك ما هي العافية؟ العافية أن لا تشعر بأعضائك. ليك سنان وبتاكل عليها ولا أنت داري به، إنما إمتى تدرى أن ليك سنان؟ لما توجعك قبل كده ولا ما تعرفش انك سنان وعينك توجعك، ولا قبل كده افتكرت العين وماشي على البطن، يوم ما تقلمك العين يا مش عارف يا اصابعي الله. اذا انت حين تعلم جارحتك وتتالم تعرف انها ما بتقديش مهمتها الطبيعيه، بتقول لك يلا شوف شغلك علشان انا مانيش ايه مانيش طبيعي، بتستعديك علشان تشوف لها الحكايه اللي طرقت عليها، الحكايه اللي طرقت عليها دي ايه. اذا الالم اول جند من جنود الايه؟ من جنود الايه؟ العافيه. بل باطل ايضا جند من جنود الحق، وكلمه كفر نفسها من جنود الحق، من جنود الايمان. لان معنى كفر يعني ايه؟ كفر يعني ايه؟ كفر ستر الاله الواجب الوجود، مش كده معناه؟ لكن ما فيش اله، ستر مين؟ طب وما دام ستر يبقى الستر ده مش يحتاج الى مستور. طب ما هو المستور بالكفر؟ الإيمان. يبقى كلمة كفر نفسها دليل على إيه؟ على أن في شيء مستور، المستور يبقى نقيضه، يبقى فيه الإيمان، يبقى كلمة كفر نفسها دليل الإيمان. طب أما بقى قلنا بقى الباطل يزهزك كده ويزهزك كده، قال لك إيوه علشان يشعرك بحلاوة الحق ويخليك أنت تستشرف له. الإسلام
انتشر في البلاد اللي فيها أغلبية إسلامية لا بالسيف ولا بالفتح، ولكن برؤية مبادئهم، لأنهم البلاد الفرس والروم شافوا متاعب من قوانينهم ومن ديانتهم ومن سلطة المش عارف الايه والكتاب، فلما سمعوا مبادئ الإسلام ايه اللي حصل؟ يبقى لزعتهم بالباطل هي اللي خلتهم. إذن فالإسلام انتشر في نصف قرن انتشار عظيم. ليه؟ قال لك لأنه مش بس باندفاع الإيمان ليسلم الناس، ولكن جذب الضلال للإيمان. الضلال نفسه اللي موجود في البلد ساعة ما سمعوا أن في دين بيعمل كذا وكذا 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 شد الناس للإيمان. هي مدفوع بحاجتين، أهله حريصون على أن ينشروه، الناس التانيين حريصون على أنهم يجذبوه، فهذه هي الأسباب التي يصاب. طيب الباطل أبونا يضربه مثلا، قال لك خد كلمة الباطل والحق، أنزل من السماء ماء المطر فسالت أودية بقدرها. ساعة ما ينزل المطر على الجبال، الوديان اللي هي المواطع بين الجبال بتجري فيها المية، كل وادي بياخد على قد ايه خلقه، ده وادي صغير بياخد شوية صغيرين، ده كبير ياخد كوبا، يجي الوادي الكبير ياخد زي ما نسمي احنا روافد، روافد والنيل الاصل. فسالت أودية بقدرها. طيب ايه اللي حصل؟ فاحتمل السيل وهو نازل كده، خد بقى ايه القش والفتات الاشياء والمش عارف الايه، وخدها وكسحها ويا نزلها في الله، فعملت ريم زي ما بنشوفه كده، يظل الريم على وجه المية أبدا، ده الريح كده يقعد يداعب المية لحد ما يعمل ايه، يجيب كل الزبد ده فين؟ في الجوانب، ويفضل المية ايه صافي. اهو الزبد دي شبه الباطل، ساعة على وجه الماء اياك ان تظن ان العلو يدوم، لا بل حيجي في الجنب كده والجنب كده، وبعدين يبقى هباء. قال لك مش بس في المية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية زبد مثله. ايه زي ايه؟ قال لك انت ما روحتش عند السائق، تروح عند السائق لا عنده بوتقة بيزود فيها المعادن الذهب والفضة والحاجات دي، ويقعد يخلي ده يبقلل كده ليه؟ أم قال لك بينطر منه الايه الخبيث بتاعه عشان يبقى ايه يبقى صافي. اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الحق والباطل. ولذلك بعض العارفين قال لك خد قضيه ان الله لا يترك الحق، ما يسلموش للباطل ابدا، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. يقول ده انتوا ايه، انما انا حيغير عليه انا من عندي بقى من السماء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ من أظلم؟ إذا سمعت هذا في استفهام، كان يمكن إن الحق يكون لا أظلم من كذا، لا أظلم ممن يفتري على الله الكذبة، إنما دي خبر منه، والخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب، فالحق يريد قضية يقرها المقابل. لما يجي واحد يدعي انك انت مثلا ما وصلتوش ولا مش عارف ايه ولا ايه، وانت وصلت تقوم تقول له طيب من اعطاك هذا الثوب؟ من اهداك هذا القلم؟ كنت تقدر تقول له انا، انت بتنكر لي انا اعطيتك هذا الثوب، انا اعطيتك هذا القلم بخبر منك، انما خبر ممكن يكذب، يقول له ابدا ما ادتنيش، يوم ما يجيبوش في صيغه خبر،
يجيبه في صيغة استفهام عشان المقابل هو اللي يرد. طب يقول له ايه؟ من اعطاك هذا القلم؟ يوم هو ينكسب بقى وما يقدرش يقول مين اللي اعطاه لي، على الاقل يسكت. يبقى سكت معناها انه نقد قضيته، او يقول له يا سيدي انت 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 الله. اذن فايراد الاسلوب باسلوب الاستفهام ليقرر واقعا له قوة اكثر ما يبقى خبر، لان الخبر ياتي من المتكلم وانا عايز اقرار منه. انا لو لم افهم انه لا يجد جوابا الا ان يقوله ما كنت سألت هذا السؤال. يبقى اذا الانسان ما سألته من اعطاك هذا الثوب، انا واثق تمام الثقة انه لا يمكن ان يقول الا انت. يبقى اذا الخبر بالاستفهام اقوى او غيره. من اظلم؟ هتقول ابدا ما فيش حد ممن افترى على الله الكذب. ويريده افترى على الله كذب ابتداء كده، ده جه لامر صدق وكذبه، يبقى مرحلة تانية. من اظلم يعني لا احد اظلم. والظلم نقل الحق من صاحبه الى غيره، بس مرة يكون ظلم كبير اوي اوي ومرة يكون ظلم بسيط. فالذي يشرك بالله ده ظلم في القمة دي، ولذلك قال ان الشرك لظلم عظيم. يبقى اذا الذي يفتري على الله الكذب لا احد اظلم منه، لانه لو افترى على مثله يبقى معقول افتري على مثلك يا سيدي، انما تفتري على الله. طب اللي بيفتري على مثله ليه؟ لانه مثله زيه. لكن اللي بيفتري على الله ده الله زيه ولا اقوى منه؟ ويستطيع ان يدلل ويستطيع ان يبرهن ويستطيع ان يوقفك عند حدك لو كل حاجة. يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ظلم. ظلم من بقى؟ ظلم نفسه. من اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ افترى كذب متعمد. واحد يقول لك خبر مثلا على حد علمه انما ما هوش حاصل، لكنه ما تعمدش انه يكذب، قال على قد علمه. والله ده زيد سافر امبارح. تقول له ايش انا شايفه النهارده بالله؟ قال يا اخي كانوا قالوا لنا انه هيسافر وبتاع، واسال هو قال كده. قال لك لا ده طرقت عليه. يبقى كذب لكن مش ايه؟ مش متعمد، ما يبقاش افترى ده، لانه هو كذب على مقتضى ايه؟ مقتضى علمه. انما الواقع شيء اخر. ولذلك العلماء حينما قسموا الخبر الى صدق والى ايه؟ كذب. لما جم يعرفوا قال لك الصدق ان الكلام يطابق الواقع، والكذب الكلام ما يطابقش الواقع. قال له فيه واسطة، انا قلت جملة ملهاش واقع صحيح، انما انا قلتها على مقتضى علمي، ولما قلتها على مقتضى علمي انا ما تعمدتش اخالف الواقع. يبقى انا الخبر كذب ولكن المخبر ليس كذابا. يبقى فيه خبر كاذب ومخبر كاذب، وفي خبر كاذب انما المتكلم مش غرضه يكذب، بل على مقتضى ايه؟ علمي. افرض ان في مثلا بيت في دار ندوة او المنظرة او الناس اللي مش عارف ايه، وعادة لما بيكون رب البيت موجود بتنقاد المنظرة ومش عارف ايه. قام واحد فات كده قال لك هو فلان هنا؟ قال له ايه وده موجود في المنظرة، لانه متعود انه ايه؟ انه لما المنظرة تتقاد لما يكون الراجل قاعد فيها مثلا. وبعدين تبين ان اللي قاده كان قاددها لطلب وبعدين هيطفيه والراجل مش موجود. يبقى ايه؟ الخبر نفسه كده، انما المخبر ما هوش كذاب لانه ما تعمدش ان يكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. وبعدين يقول بقى احنا هنعرف نجزيهم، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هو جهنم ما فيهاش حتة للكفار؟ الله. طب يقول أليس في جهنم مثوى، يعني ده معناه ان فيه. نقول امال دول بيكذبوا ليه؟ هم مش خايفين يروحوا النار؟ هي النهارده فيها دقة أمكنة ما عادش فيها أمكنة ولا إيه؟
قال لك لا ده فيها أمكنة قوي، بدليل أنها ستقول في لقطة أخرى من القرآن هل امتلأت، ستقول هل من مزيد. يبقى إذا فيها أماكن ولا ما فيهاش أماكن، يبقى معنى ذلك أليس في جهنم بيستفنى. يقول ليه يا أخوة الجماعة دول بيفتروا على الله الكذب ليه؟ هي جهنم ما فيهاش مكان للناس دول، وعرفوا الحكاية دي قال لك يعمل أنا مش هنلاقي لها مطرح ومش عارف إيه، يبقوا كذابين. لا في جهنم مسوى للمتكبرين، وهي هتقول هل من ايه هل من مزيد وتشوق له. اذا ايه اذا القوا فيها ايه سمعوا لها ايه تغيظا، يعني من غزة على الكفار نفسه. اليس في جهنم مسوى للكافرين، اكتساب انكار ينكر ان الناس يفهموا ان ما فيش مكان لهم، لان الله سبحانه أزلا في عنده في إرادته أن يخلق الخلق من أول آدم لحد ما تقوم الساعة، وبعد ذلك ترك لهم الاختيار في أن يؤمنوا أو يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قدر أن الكل هيبقى مؤمن فصنع لهم أماكن في الجنان على قدرهم جميعا، وقال طيب يمكن يكفروا كلهم، قال هعمل لهم اماكن في النار على قدرهم جميعا. يبقى اذا اي واحد ان كفروا كلهم هيجد لهم ايه محجوزين، وان امنوا كلهم هيجد لهم مكان في الجنه، وبعدين اهل الجنه يدخلوا الجنه واهل النار يدخلوا النار. فالاماكن التي كانت معده لأهل النار على فرض أنهم حيبقوا مؤمنين تفضل، يقوم يقول ربنا للمؤمنين اتقسموها بقى اورثوها من أولاد الإيه تلك الجنة إيه ورثتموها خدوها بقى. طيب وأماكن اللي كانت معمولة للجنة وكفر، طب والأماكن اللي كانت معمولة للمؤمنين على فرض أنهم كانوا حيبقوا كفرة مش تبقى فاضية في النار؟ يقول لهم ايه وزعوها عليهم بقى بالعول، فيها عول بقى هنا ولا بالايه الرد بالرد، يلا ودوها يبقى نقول لهم مكان يبقى له مكان. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه، كذبوا ليه؟ ابلغهم ان جهنم ما فيش اماكن لهم؟ لا ما فيها اماكن لهم، وهتقول لا هتقولنا اكثر وهتقولنا من مزيد. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما يجيب الاسلوب باسلوب انكاري علشان اللي بيسمع يشاركوا في الجواب يشاركوا في الكلام، وساعه ما يقول اليس في جهنم مثوى للكافرين يقول ده دي من نوع من التقريع ومن التوبيخ. هناك في سوره الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكوا. طب وليه بيضحكوا اللي أجرموا بيضحكوا من المؤمنين ليه؟ ما هو أصل اللي على الحق يجي اللي على الباطل يقول اشمعنى ابن الإيه ده هو اللي على الحق، هو مش غادر يبقى على الحق لأن الحق هيلجمه وهيقيد حركته وعايز ينفلت على كيف، يوم لما يشوف واحد على الحق يريد منه ان يذهب الى جانبه. اشمعنى لا يعني زي ما تكون اتنين تلامذة تلميذ منهم مجتهد يوم بدري بيروح الدروس بتاعته ويقعد يذاكر ولا فيش معنى ولا بيروح هنا ولا قاعد يذاكر، واحد لعب ثاني اللعب مش قادر يبقى مجد يوم يعمل ايه؟ اشمعنى ابن الايه ده اللي يعني عامل لي ايه؟ يوم يحاول انه ايه يستدرجه الى اللهو والى العبث عشان حته التميز اللي له يفقده. واحد بيصلي وواحد ما بيصليش، يقوم اللي ما بيصليش يقول يا اخويا متميز على اللي يتميز، يقول سيبك منه ده صولة لي، قال سيبك منه ده صولة لي، قال دي تكرهه يعني ده سيبك منه ده جردل ده مش عارف ايه، عايز يكرهه في الاستقامه. ليه يكرهه بالاستقامة؟ عشان يبقى زيه، عشان يبقى مش متميز عليه بحاجة.
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين. ليه؟ يقول لك أما أنا قابلت الواد فلان ده اللي عامل لي مش عارف طللي وعامل لي مش عارف إيه وهزات وتهزيق. الله عمل الجريمة ومبسوط منه، يا ريته زعلان اللي عملها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لضالون. قال المستقيم بقى ضل. زي ما بتوعكم لوط. قال أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم إيه؟ يتطهرون. بقى التطهير بقى عادي تنفذوهم عشان يتطهروا. شوف العلة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ لضالون. أدي الحياة الدنيا وما حدث فيها. فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون. شوف ضحك بقى ضحك. على الأرائك ينظرون. ثم يلتفت الله إلى المؤمنين الذين استهزئ بهم في الدنيا ويقول لهم هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ قدرنا نجزيهم ونوريهم اللي عملوه فيكم؟ ده ايه ده ايه ناس اللي يقول له نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب. هل ثوب الكفار يعني قدرنا نجزيهم؟ ما نقدرنا نجزيهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا في جهد بس ده جهد بنفسه كده، إنما جاهد معناه إن في خصم مقابل له وعايز يخليه ينصد عن الحق ويروح للباطل وهو بيدفع نفسه، يبقى في مشاركة. جاهد يعني في إيه؟ زي ما تقول شارك فلان فلان. طب الشركة دي مش عايزة اثنين؟ يبقى شارك فلان فلانا، يبقى عايز اثنين ضروري. بس في الصيغة غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في الآخر، مع انهم الاثنين شركة. طب اشمعنى شارك زيد عمرا ولا تقولش ليه شارك عمرو زيد؟ طب ما الاثنين هون. قال لك ان دي كل واحد من المتشاركين فاعل في مرة ومفعول في مرة أخرى. كأنك بتقول شارك زيد عمرا إيه؟ وشارك عمرو زيد. يبقى إذن كل واحد منهم إيه؟ فاعل إيه؟ ومفعول. بس بنغلب واحد في جانب الفاعلية وبنغلب واحد في جانب المفعولية. أو اللي له ضلع أو في الشركة يبقى هو ده اللي فاعل والتاني يبقى هو المفعول. يصح يصح. العربي الشاعر العربي لما يجي في مادة فاعلة يلحظ ان فيه اثنين. والى لقاء اخر ان شاء الله.